السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم ياسين نجم. دونك ان شاء الله فضل فيديو من بعد ما درت دو فيديو على يعني كيفاش كالكولي لاسون ديال دو نومبر على و بيان اون يوتيليزو لي فونكسيون اي بوي لي بروسيدور. دونك في لي فونكسيون درنا ان لا فونكسيون عبارة على واحد يعني كترد لي واحد لا فالور. دونك درنا لي بروسيدور، مي لي بروسيدور ما استعملتش بوينتور، وكنت بروبوزيت عليكم انكم تقولوا لي الطريقه، يعني نشوف الناس واش عارفين الطريقه ديال البوينتو. كيوصلوني بزاف ديال لي ميساج، يعني كاينين الناس اللي عرفوا اليوم يعني تبارك الله عليهم، وكاينين الناس اللي مازال عندهم مشكل. الوغ انا اضطريت انني ندير لا كوريكسيون باش هكا كلشي يفهم ويستافد. دونك بالنسبه لي فيديو اللي فاتو درت لاسون بالنسبه دو نومبر، استعملنا لي فونكسيون واستعملنا لي بروسيدور. غير لي بروسيدور ما درت لو باساج باغ ادريس، ولو باساج باغ ادريس وبيان باغ ريفيرونس بروبوزيت عليكم انكم ديرو. دونك انا جيت دابا باش ندير لا كوريكسيون ديالو. دونك عندي واحد الانت ا اي بي، فوالا انت ا اي بي، غنجي غنديكلاري واحد لو بوينتور سميتو بي ا و بوينتور سميتو بي بي. دونك حنا ملي كنهضرو على بوينتور الوغ خصني نزيد هاد لي طوال هادي، فوالا، وخصني نديكلاري عاوتاني واحد لو بوينتور، نجي عاوتاني ونديكلاري الرس اللي هي الريزلتا، وندير واحد لو بوينتور مثلا سميتو رس ار ماجيسكيل. دونك غنجي لينيسياليزاسيون هنايا بيان افيكتاسيون انيسياليزاسيون. دونك بالنسبه لينيسياليزاسيون غنجي لذاك البي و بيان بي ا، بي ا اللي هو البوينتور ا، نعطيه لادريس ديال ا كيف ما شفنا في لي بوينتور. كذلك هو مثال بالنسبه للبي بي، يعني غنعطيها بي لادريس دو بي. اي بوي رس و بيان الرس اللي هي ماجيسكي غنعطيها لادريس ديالاش ديال الرس. دونك سي سامبل، يعني لحد لهنا مفهوم، يعني هذا واحد لو بوينتور كي بوينت على لادريس دو ا، هذا على لادريس دو بي، وهذا على لادريس دو رس. دونك سي سامبل، غنجي نطلب من ليتيليزاتور انه يدخل لي دو نومبر. دونك فيي تابي لا فالور دو ا وبيان دو برومي نومبر بحال بحال. دونك نديرو بورسون دي، دونك فورماتاج موديلو او بيان اي كوميرسيال ا، فوالا. كذلك مثال بالنسبه للبي، دونك نجي هنا وندير بي وهنا ندير بي. دونك سي سامبل، انا دابا درت خليت لوتيليزاتور انه يدخل ليا لي زونطري ديالي، يعني شنو هما لي دوني اللي غيدخل، فوالا يدخل ليا ا و بي. دونك انا ملي نجي ندير لابيل ديال لا فونكسيون او بيان لابيل دو لا بروسيدور، ابيل دو لا بروسيدور نسميها مثلا سوم، وندير اونتر بارونتيز ونجي هنا. وهاد الصوم هادي، يعني هاد الصوم صوم اش غنصيفط فيها؟ غنصيفط فيها لادريس ديال بي ديال ا اللي هي بي ديال ا، ولادريس ديال بي بي اللي هي بي ديال بي، ولادريس ديال رس اللي هي ار ماجيسكيل و بيان رس. دونك سي سامبل، يعني هاد الرس هادي راه ماشي هي هادي، هادي ماجيسكيل هادي مينيسكيل باش ما تدوخوش. دونك انا صيفط لادريس دو ا، لادريس دو بي، لادريس دو رس. دونك نجي ديريكتومون وندير لافيشاج، وعاد نمشي ندير ديفينيسيون افيشاج دو لاسون. دونك ندير برينت اف لاسون اي بورسون دي كونتي سلاش ان، فوالا. شنو غي افيشي لي هنا؟ غي افيشي لي الكونتوني ديال الرس. ملي كنهضرو حنا على الرس كنهضرو لادريس، دونك انا بغيت لا فالور، دونك كندير ايطوال رس. غنشرح هادشي مزيان، فوالا. دونك سي سامبل، دابا غنمشي ندير ديفينيسيون ديالاش ديال البروسيدور ديالي. دونك ديفينيسيون دو لا بروسيدور اللي سميتها سون. دونك سي سامبل، غنجي فويد سون. لا سون عندها تروا بارامتر، لي بارامتر فورميل اللي هو انت نسميه مثلا ايطوال، ايطوال ا سميه انت ايطوال بي، يعني هاد ايطوال ا هادي راه هو لو بوينتور اللي هو بي ا، يعني واخا يكون الحرف مغير مثلا نقدر ندير ان ام جي كا، مهم غير الترتيب يكون تحترم الترتيب. دونك نديرو حنا ان ام ماشي مشكل، ان ام فوالا. بقات ليا انت نسميوها مثلا ايطوال مثلا سام مثلا. دونك غنجي لهنا افيكتي، شنو افيكتي؟ داك ايطوال سام، يعني ملي كنهضر على ايطوال تنقول ليه ايطوال سام، يعني لا فالور ديال سام، فوالا. شنو غنعطيها؟ غنعطيها لادريس ديال ان او بيان بوينتور ان زائد اللي هو ام. دونك سي سامبل، صافي. ونهز البروتوتيب ونحطو عندي الفوق بروتوتيب باش ما يعطينيش واحد الورنين. دونك لو بروتوتيب، بروتوتيب، بروتوتيب
تيب فوالا ونحط له بروتوتيب تسب بوان فيرغول ونجي. دونك شنو درت؟ غندير بعدا واحد كومبيلي اكزيكيوتي ونجي نشرح. باردون شنو عطاوني هنا؟ جو بونس ندير واحد كومبيلي اكزيكيوتي ليني 3 كولون 8 فوالا بي ديال ا بي ديال بي رس. دونك سي سامبل داكشي. سوم فوالا سوم اللي هي اس ماجيسكيل باردون اس ماجيسكيل فوالا. دونك ندير واحد كومبيلي اكزيكيوتي. دونك فوي طابي لا فالور دو ا 4 زائد 5 هي 9. دونك سي سامبل. يعني ملي كنجي لهنا شنو ندير؟ يعني كنعطيه بي ا كنقول ليه هاد لادريس ديال بي ا. يعني في لادريس ديال بي ا غتكون الموديفيكاسيون. دونك انا ما عنديش شغل بي ا ولا بي بي. انا عندي شغل بالرس. الرس خصني نصيفطها وتكون فيها شي حاجه. دونك انا ملي نصيفط الرس اللي هي لادريس ديالها ديال الريزلت دونك ديريكتومون غيجي لهنا وغنقول ليه هذيك الصوم هذه اللي هي هذا الرس هذه غيح افكت فيها الكونتوني ديال ان زائد لا فالور ديال ام اللي هي بي ديال ا وبي ديال بي. دونك هذا الرس سواء درتي هذا الرس هذه سواء ديريكتومون عطيتي الرس. دونك تقدر تجي ديريكتومون هنا نحيد هذه نخليها. كاينه هاد لا ميثود ولا دوزيام ميثود انك تجي افيشي الكونتوني ديالها ديال الرس. هذاك الرس اللي عندي مينيسكول اللي هي هاي. دونك نجيو نديرو واحد كومبيلي اكزيكيوتو تلاحظوا. دونك 5 زائد مثلا 7 المهم 12. يعني كاينش ديفيرونس اونت هاد ايطوار الرس حيت ملي تقول ليه ايطوار الرس تقول ليه عطيني الكونتوني ديالاش ديال هاد لو بوينتور. اما ملي كتقول ليه الرس الرس راه هي لا فالور اللي هي الرس اللي كيبوانتي على هاد الرس هاي. دونك سي سامبل نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. دونك هذا هو لا سوم اليد او بيان باستعمال لي بوينتور. دونك سي سامبل. دونك تقدروا تستخدموا هاد لا ميثود وتقدروا تخدموا بميثود اخرى اللي هي لا سوم. تقدر دير ديريكتومون دير لافيشاج في لا سوم هنايا كيف ما درت لكم في لي فيديو اللي فات. دونك هاد لي فيديو اللي كندير كتكون بروبوزيسيون عند الاخوان. الاخوان تيطلبوا لي كيقول لي انا تي بروبوزي وتيقول لك مثلا ديرنا لا سوم يعني مثلا كنلقى ديفيرونس انه وقتاش مثلا تيلقى في اكزرسيس دير لا سوم بتروا مانيير ديفيرون يعني بلا ما دير بازيك. يعني غتستعمل لي فونكسيون لي بروسيدور يعني الطريقه الاعتياديه انك وسط المين كدير الكالكول. اما بعد مرات تيطلبوا منك ثلاثه ديال الطرق ها هما درنا باستعمال لي فونكسيون يعني كترد ليا شي حاجه درنا باستعمال لي بروسيدور اللي هي ودرنا لافيشاج وسط البروسيدور ودرنا باستعمال لي بروسيدور ولكن افيك لي بوينتور لي بارامتر كنصيفطهم سو سون دي بوينتور. دونك سي سامبل. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا. اللي مازال عنده شي مشكل ولا شي حاجه خليها ليا في الديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو ولا يطرح السؤال ديالو. كان شي اقتراحات شي فيديو بغيتو نديروه المهم ديروا لايك وبارطاجيو باش تعمل فائده. هبطوا لتحت ديروا لي كومونتير. دونك بغيت هاد لا فيديو اني توصل بزاف ديال لي لايك باش تشجعوني هكا ندير الجديد. دونك كان معكم ياسين نجم نتلاقاو في لا فيديو الجايه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.